رغم اننا من نهزمنا خطا في بدايه الشوط الثاني في من وسط الميدان، ما خرجش انه ياثر اللاعب اللي كانت عنده الكره، واحد تساهم اللاعبين ديال الوسط. هذا هو الضريبه ديال انك تتعامل مع لاعبين اللي ما عندهمش تجربه في القسم الوطني الثاني، في القسم الوطني الاول عفوا. بالتالي كنظن ان انا راضي على العمل اللي كنقوم به رغم ما كاينش نتائج ايجابيه، لان ما جبناش وما خسر ما كانش عندنا ميزانيه كبيره باش اننا نجيبوا على الاقل واحد 5 ولا 6 لاعبين متمرسين. سي نورمال غادي تكون عندك لعابه بحال هادو، غادي توقع في اخطاء بحال هادو، ولكن اليوم خط الدفاع اللي كان هو اللي كيسبب لنا اخطاء طيله المقابلات اللي فاتوا، جمهور كيبقى جمهور النتيجه، دائما المدرب كيتحمل المسؤوليه وانا كنتحمل المسؤوليه ديالي، لانني انا النهار الاول هاد المسؤولين ديال هاد الفريق ما قدمتش لهم وعود، وقلت لهم عطيتهم المشروع ديالي. للاسف المسؤولين على المدينه ولا على المكتب المسير كيتحركوا بزاف باش انه يجلبوا موارد ماليه للفريق، المواد الماليه عاد جات دابا، ما عندناش الحق باش نجيبوا لعابه في الصيف. اللعابه اللي جبنا كلهم لاعبين اللي ما لعبوش في القسم الاول، سيدنا الواصلي ولا بنجلون، اللاعبين الاخرين كلهم كتغيب عندهم تجربه. الكل كيتسائل بني ملال وكيقولوا لاعبين ديال القسم الوطني الثاني مشاو، نبغي انني نوجه لهم نجاوبهم، لان الهضره بزاف كاينه. اللعابه اللي كانوا في الدوزيام ديفيزيون عطوني لعاب دابا كيلعب فريق في بريمير ديفيزيون، الا كان لعاب ما كان عندي ومشى للبريمير ديفيزيون، اذا انا غلطت. هادو اللعابه كلهم اللي طلقت ما كاينينش بريمير ديفيزيون، باستثناء النياني اللي يوسفياش برشيد، النياني ما بغاش يجدد العقد ديالنا مع يوسف مع بني ملال، لان بني ملال من بعد الصعود بقاو الدراري كيتسالوا 3 موا كيتسالوا لي بريم دو ماتش، كانت واحد الازمه. الحمد لله انا دائما كنت صريح مع المكتب المسير حتى في السنه الماضيه، لان المشروع ما كانش عندنا مشروع ديال 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 الصعود. الحمد لله ربي وفقني مع الاخوان ديال المكتب، رغم الناس ديال بني ملال راه كيعرفوا علاش بني ملال كاع النوادي تهيكلات الا بني ملال. حتى هاد السنوات مع السي عفيف كاين حرب كبيره بني ملال، الناس ما باغاش الخير للفرقه. انا كنشتغل مع المكتب، عندي ثقه ديال المكتب المسير، الحمد لله انا راضي على العمل اللي كنقوم به. Thank you.